حرام عليك، ليه مكمل فيا كده؟ عشان فاهمه شغلي غلط، غلطتك هو اللي دفع ثمنها. وانا لازم اشيل راسه بايدي؟ لازم. يلا بص يا صهيوني، هتاخد الشيكارة دي تعديها لصبح على حميد وتجيب لي منه 100,000. ماشي يا معلم، سافة السك. طب ولما يرجع بقى نمرود ان شاء الله ويسألني على الدولارات اقول له ايه؟ طارت؟ لما يرجع بقى. يعني ايه الكلام ده يا شعبان؟ بس بقى فكك بقى من الرط ده. بص يا صهيوني، انا عايز اخلص من الفيلماية بتاعت البت ليلى والليلية دي. الليلية ده يا معلم. يا شعبان ده ممكن يذبحني فيه. يا رب اسمع يا رب. تقول يا شعبان؟ لا ده انا بس بكلم نفسي كده باخد ودي معاها يعني. وبعدين عيب عليكي تخافي وشعبولة جنبك يا دفشايه قلبي. ما تيجي نريح جوه شويه، العصحوص محتاج تدليك. والنبي انا ما خايفه غير منك انت يا شعبان. اوعى عليك. طب ايه خدتيني فكره وهنخش ولا يلا بقى؟ يلا يا اخويا يلا.